احنا بنشتريها في بيع وشراء يا جماعه قدام حضراتكم على العجل دوت. سلام عليكم يا عم سعيد. سلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه حضرتك طيب يا غالي. انت اللي مش متابع بس يا عم سعيد، انت بتنام بدري. لا والله انت معايا اللقاء يا عم، اصحى يا عم فاحل بكره يا انت بتنام بدري يا عم سعيد. والله مدي لهم انقص من الناس. هنعمل ايه؟ البيع والشراء يا جماعه اللي قدام حضراتكم دوت عم سعيد. 37 وكيلك ربنا، وكيلك ربنا يا اخي. 37000 صلاه الحبيب و300 الله وكيل. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يبارك لصاحب النصيب يا رب. انا بقول بيع العجل ناقص 2000. جاي لك يا معلم سعيد. بيع العجل ناقص 2000 هنا حبيبي يا معلم سعيد. البيع والشراء يا جماعه في العجل دوت اتباع ب 37000 صلاه على الحبيب و300. بص بقى نص على بايمنا كده، اجي لك على كده معايا صورنا كده. حاضر يا غالي. حاضر حاضر. دم جلدهم كده يا عم، احنا جلدهم يا عم. لا لا هو يا عم ولا هو. 37300 37 حضرتك البيع؟ ايوه تمام. حد مصابه كده؟ ربنا يبارك لك في مالك يا معلم مصطفى. ايوه ايوه في 2000 هنا زياده. في 2000 عجل يا جماعه قدام حضراتكم اهوت، مال من احلى المال. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، مال من احلى المال يا جماعه. العجل قدام حضراتكم اللي اتباع ب 37300. الله وكيلت رد. لا ما عدتش. الله وكيلت رد. اخد بقى ازاي؟ قلت له اي حاجه يا قط. بس انا والله ما عدنا دافعين حاجه، عدنا في الكلام. مظبوط يا غالي. حبيبي يا حاج مصطفى، ربنا يبارك لك في مالك يا رب وتوصل في قلب سلام حبيبي. ربنا يبارك فيك. الله يخليك يا محترم، الله يكرمك. بس بقى احنا على التلفزيون بقى الراجل بيصور. ماشي يا اخي راضي ابنك بقى. رجع لك الفلوس ده، ما فيش فايده فيك. لا خد. لا والله ما نقبله. انت جاي بس اليمين البطل وخلاص. والله العظيم لو ما رحناش روحنا الدار، لقيناهم زايدين بنرجع تاني سوق اللي في حلبنا. كلتنا كده مش انت بس. انت وبنك مش مشايخ ولا حاجه. ولا تم اي لقاء ولا شيء. حبيبي حبيبي يا غالي. انا حلفتك يا اخي بالوكيل يا حلف برحمه ابوك عشان ربنا يرضى. لك كلمه صغيره. لا انا اللي قلت لك. لا ورحمه الله ما عدنا دافعين حاجه. عشان ربنا يرضى. ده انت تروح وانا اجيبه. مش هنشحت يا عم. دهود يا عم. دهود علم حديد. ربنا يبارك لك في مالك يا حاج مصطفى. ما شاء الله تبارك الله. معانا عرض ثاني يا جماعه، هو ثلاث عجول من احلى المال. انت سمعت اسعار اللي في العجول دي يا معلم؟ يعني انت تمام. صور بس يا حوحة النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يبارك لكل الناس. شكرا لكم والى اللقاء. عرض جديد من يوم جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.